أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن كتاب الافتخار الرسول المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عن زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول وبالله التوفيق، أجمع العلماء والمحققون والأئمة المجتهدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين على أن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن القربات وآكد السنن، بل هي واجبة عند السادة المالكية والظاهرية. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، رواه الدارقطني وغيره، كما روى ابن حبان بسند حسن وقيل صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني. وجفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام ومحرم، لذا وجبت زيارته صلى الله عليه وآله وسلم عند المالكية والظاهرية للقادر عليها. ولقد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة أخرى، منها ما ارتبط بالحج ومنها من لم يرتبط بالحج. فزيارته صلى الله عليه وسلم ممكن أن تكون زيارة خاصة دون أعمال الحج أو بعد أعمال الحج. منها ما رواه ابن عساكر وقواه الذهبي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. ومنها ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومنها ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن ابن السكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءني زائرا لا تعمده حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا واجبة عند السادة المالكية والظاهرية للقادر عليها، وهي من أفضل القربات وآكد السنن عند جمهور العلماء والمحققين. وللزيارة آداب، منها أن تأتي القبر الشريف وتستقبل المواجهة الشريفة وتستدبر القبلة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وكما روى الإمام أبو حنيفة النعمان، حتى يكون وجهك في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع سلامك بل ويرد عليك سلامك، كما جاء بالحديث الشريف: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وكما جاء أيضا في الحديث الشريف فيما معناه: من صلى علي نائيا أبلغته، ومن صلى علي عند قبري سمعته. وجاء أيضا بالحديث الشريف ما معناه: أن الله تعالى خلق ملكا وأعطاه أسماع الخلائق كلها، فما من أحد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي زمان إلا بلغ هذا الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ويقول: فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله الآن. وهكذا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره بروحه وجسده، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما جاء في الحديث الشريف، وكما رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء والمعراج حينما مر عند قبره. ولك أن تقول: السلام عليك يا خير خلق الله، يا إمام المتقين، يا سيد المرسلين، يا أفضل الخلق أجمعين،
أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. ثم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أتيتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا ربي أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته الدنيا، اللهم اجعله أول الشافعين يا أرحم الراحمين. ثم تدعو لوالديك ولمشايخك وللمسلمين أجمعين، ثم تبلغ سلام من أوصاك بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله من فلان ابن فلان ومن فلان ابن فلان، وهكذا. ثم تنتقل بعد ذلك عن يمينك قدر ذراع وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا صديق هذه الأمة، يا من كنت ثاني اثنين إذ هما في الغار وكنت أمين رسول الله على الأسرار، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم تنتقل عن يمينك قدر ذراع آخر لتكون أمام قبر الفاروق عمر بن الخطاب وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا من أعز الله به الإسلام، السلام عليك يا فاروق، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ويسن للزائر أيضا كثرة الصلاة في الروضة الشريفة، قد جاء في الحديث الشريف: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. والدعاء بما يسن له الدعاء في الروضة وخسة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي للزائر أن ينوي شد الرحال للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في الأجر والثواب في غيره من المساجد، كما أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة في الأجر والثواب في غيره من المساجد، والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة أو 1000 صلاة وقيل 1000 صلاة في الأجر والثواب في غيره من المساجد، كما جاء في الحديث الشريف: لا تشد الرحال لمسجد للصلاة فيه إلا ل3 مساجد: مسجدي هذا، ويعني المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. رواه الإمام أحمد في مسنده. لذلك أجمع جمهور العلماء والمحققين أن شد الرحال لزيارة المرضى أو طلب العلم أو التجارة أو العمل أو الجهاد أو الدعوة إلى الله أو زيارة قبور الصالحين أو المواضع الفاضلة والمقدسة جائز لا حرمة فيه ولا كراهة. والنهي في الحديث شد الرحال المقصود والنهي به شد الرحال للصلاة في المساجد فقط، لأن لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، المستثنى منه هنا عموم المساجد وليس عموم الأماكن والمواضع كما قال العلماء والمحققون. كما يسن لزائر المدينة المنورة بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور البقيع وهو مدافن أهل المدينة، وهو بجوار المسجد النبوي وفيه كثير من كبار الصحابة على رأسهم سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الثالث للمسلمين، وفيه أيضا قبر السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها سيدنا الحسن الصبط وابن وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات صغيرا، وفيه كثير من أهل البيت أيضا، وفيه أيضا معظم أمهات المؤمنين وعلى رأسهم السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أما السيدة خديجة فهي مدفونة بالمعلاة
في مقابر أهل مكة المكرمة بتكريم الله لها. كما يسن لزائر المدينة المنورة أن يزور شهداء أحد وعلى رأسهم حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل مصعب بن عمير. كما يسن زيارة المسجد ذو القبلتين والصلاة فيه، وكذلك الصلاة بمسجد قباء وهو أول مسجد بني في المدينة، فقد جاء في الحديث الشريف فيما معناه أن صلاة ركعتين بمسجد قباء تعجل ثواب عمرة مقبولة. وعندما زار الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة النعمان الإمام الأعظم إمام الفقه، حينما زار النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بالسلام المعهود المفصل كما قدمنا قبل رحيله، وقف أمام المواجهة الشريفة أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد قائلا قصيدة جميلة قال فيها: يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرضو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك، أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك، ودعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتم بحماك، والأنبياء وكل خلق في الورى وفضائل جلت فليس تحاك، لك معجزات أعجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاك، نطق الذراع بسمه لك معلنا والضب قد لباك حين أتاك، والذئب جاء والغزالة قد أتت بك تستجيل وتحتمي بحماك، وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت وشكى البعير إليك حين أتاك، ودعوت أشجارا أتت مطيعة وسعت إليك مجيبة لنداك، والماء فاض براحتيك وسبحت سم الحصى بالفضل في يمناك، وعليك ظللت الغمامة في الورى والجذع حن إلى كريم لقاك، وكذاك لا أثر لمشيك في الثرى والصخر قد غاصت به قدماك، وشفيت ذا العاهات من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك، ورددت عين قدادة بعد العمى وابن الحسين شفيته بشفاك، وعلي من نمض به داويته في خيبر فشفى بطيب لمساك، ومسست شاة لأم معبد بعدما نشفت فضرت بشفاء لقياك، في يوم بدر قد أتتك ملائك من عند ربك قاتلت أعداك، والفتح جاءك بعد فتح مكة والنصر في الأحزاب قد وافاك، هود ويونس من بهاك تحمل وجمال يوسف من ضياء سناك، قد فقت يا طه جميع الأنبياء طرا فسبحان الذي أسراك، والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين وحق من أنباك وحق من نباك، عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك، إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وكذا الكتاب أتى بمدح حلاك، بك لي فؤاد مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك، فإذا سكنت ففيك صمتي كله وإذا نطقت فمادحا علياك، وإذا سمعت فعنك قولا طيبا
وإذا سمعت فعنك قولا طيبا، وإذا نظرت فما أرى إلاك. يا مالكي كن شافعا في فقتي، إني فقير في الورى لغناك. يا أكرم الثقلين، يا كنز الغنى، جد لي بجودك وارضني برضاك. أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك. فعساك تشفع فيه عند حسابه، فلقد غدا متمسكا بعراك. فلأنت أكرم شافع ومشفع، ومن التجى بجمالك نال رضاك. فاجعل قراي شفاعة لي في غد، فعسى أرى في الحشر تحت لواك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى مثواك. وعلى آلك وصحابتك الكرام جميعهم، والتابعين وكل من والاك. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحابتك الأخيار، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.